الطيبين الطاهرين. السلام على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن الغالي. السلام على من قدموا أبناءهم قربانا إلى تربة هذا الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم هي ذكرى الشهادة، تطل علينا ذكرى استشهاد شهيدنا البطل السيد أحمد الذي ضحى بدمائه الزكية. نجدد الذكرى فيعصرنا شيء من الألم، لكن في الذكرى كل الأمل. ذكرى هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا وعلى قلوب هذا الشعب. ها قد انفتح الجرح من جديد. يا من قتلت غدرا على أيدي مرتزقة هذا النظام الساقط الشرعية، ذكراك يا بني يجدد الحزن في قلبي. سأقتص من أسال دماءك الطاهرة فدمك لن يذهب هدرا، فإنك خالد أيها الشهيد، ما مت بل حي في وجداننا وفي قلوب كل هذا الشعب. لنضحي كما ضحيت، إننا لن نتنازل عن مطالبنا التي سقطت من أجلها، وإننا باقون على ما كنت عليه في الثبات والصمود حتى أسقط هذا النظام، إما نموت أو ننتصر. وفي الختام أوجه رسالة شكر إلى أهالي الشهداء والقادة والعلماء والجرحى والضحين وإلى أطياف هذا الشعب صغارا وكبارا. رحم الله شهيدنا وشهداء الأبرار وارتبط لهم قدم صدق عندك يا كريم.